إلى الشمال من مدينة الخليل، وبالتحديد إلى مخيم العروب الذي تعج أزقته بأصوات وضحكات الأطفال. هناك أشخاص بدأوا السير على طريق الإبداع، ومنهم الشاب نضال لكرونز الذي تحدى جميع الصعاب وبنى لنفسه ورشة متواضعة هي الأولى في فلسطين لصناعة معدات التصوير. جاءت من طبيعة عملي في مجال الإعلام، أنا أدرس الصحف والإعلام، وجاءت هذه الفكرة لأنه افتقرت أنا كفلسطيني وكمصور لوسائل تقنيات إعلامية تساعد المصور على إنتاج صورة إبداعية وحالة إنتاجية عالية وراقية. هذه الأجهزة دائما غالية وغير موجودة ومتوفرة، لما بحثت عنها وجدتها غالية الثمن، فحاولت أني أفكر بإنتاج أو إنشاء مشروع لإنتاج مثل هذه المعدات والتقنية. نضال الذي أمضى 5 سنوات في السجون الإسرائيلية بدأ العمل في هذا المجال داخل ورشته الصغيرة، وبنى الأفكار وبدأ بتطبيقها وأخرج منتجاتها أمام الجميع رغم ما واجهته من صعوبات. يعني هناك العديد من الصعوبات التي يواجهها أي صانع فلسطيني وأي مبدع فلسطيني. بداية هي صعوبات أمنية تتمثل في وجود الاحتلال وفي العقبات الموجودة في فلسطين، كوننا نعيش تحت احتلال، الجسور والمعابر ليست لنا، حتى الأسواق المحلية ليست لنا، يعني لا نستطيع أن نحصل على مواد خام ولا نستطيع أن نتحرك بسهولة نتيجة الظروف الاحتلالية التي يحياها الشعب الفلسطيني. ثانيا هناك عقبات تقنية تتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج وقلة المعدات الصناعية الموجودة سواء للصيانة أو للتصنيع، هي غير موجودة. هواية التصوير هي من أبرز دوافع لكرونز الذي أخذ من اسم عائلته اسما لمنتجاته التي أطلق عليها اسم لكرونزال. وعشقه لتطوير قطاع الإنتاج التلفزيوني في فلسطين يدفعه للاستمرار في هذا المجال. يعني هناك شقين، الشق الإنتاجي، أنا أريد أن أطور وأرفد الصناعة الفلسطينية الإعلامية والسينمائية والدرامية في فلسطين وفي الوطن العربي بمنتجات قادرة على تحسين أدائها. ثانيا يكون هناك منشأة صناعية كبيرة تزود جميع العالم، ليس بس فقط فلسطين ولا الوطن العربي، بمنتجات صناعة فلسطينية، وهذه رسالة سياسية قبل أن تكون رسالة إعلامية أو رسالة اقتصادية. هي رسالة سياسية أن هذا الشعب جدير بأن يعتق من الاحتلال، أن هذا الشعب قادر على أن يصنع، أن الشعب هذا قادر على أن يكون موجودا على مصاف الدول الكبرى والعالمية. نحن لسنا عابرين، نحن فلسطينيين، لدينا حضارتنا ولدينا ما نقدمه ولدينا ما نضيفه إلى العالم كله. فبالتالي من هذه العلامة التجارية صناعة فلسطينية تكون تصل العالمية وتحقق رواجا عالميا. صنع في فلسطين شعار اتخذ منه نضال طريقا للإبداع، فهذه المنتجات التي تضاهي العالمية بدأت بأنامل فلسطينية وأصبحت حقيقة واقعية، فصنع في فلسطين كما يقول نضال أصبح علامة سينمائية. هذه أحد المنتجات اللي أنا بنتجها اللي هي اسمها دولي، طبعا هي عربية تحمل مصور بالإضافة إلى مساعد مصور يجلس هنا، طبعا هنا متحركة حتى يلف، يعني يلتف حولين. هاي اسمها بازوكا، هاي طبعا ترفع إلى الأعلى وإلى الأسفل، طبعا نظام هيدروليكي. هذا يوضع رأس 150 ميل، هو أكبر رؤوس الكاميرات، وفي بيجي أقل من 150 ميل ل75 ل100 ميل، توضع الكاميرا هنا طبعا بهي الطريقة. هاي العربة مزودة بنظامين، نظام تسير على الاستوديو في داخل الاستوديو، بإمكانك أن تسير يعني داخل الاستوديو طبعا بالطريقة هاي، أو لها كمان قطع أخرى يعني بالطريقة هاي بتتحرك داخل الاستوديو على عجلات، طبعا لها 6 عجلات هي، أو من خلال سكك سلايدات، تمشي على سلايدات بهاي القطعة، يعني هاي القطعة بتيجي 4 قطع لها في أسفلها،
هي مزدوجة العمل، بتمشي على السلايدات، بتمشي على السكة. حالة إبداعية مثلها نضال وأخرجها مخيم العروب، حالة يسعى من خلالها للوصول لأبعد الحدود وإثبات قدرة الفلسطيني على الإبداع في كافة الحقول.